وظفك؟ ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم، ما في عنا وظايف، حتى لو كنت معلم يا ما عطرزك شايف. طيب وظفك؟ انسى ما وظفني. كتافي فرجيته مع وجهي دغري عالبيت، دي جونتيري تكيته وأظان المي حمات. بسرعة غليو الميات ورح أعمل غلو غلو، والهيئة باقي بالبيت وسافيتي بدي بلو. هيدا البلد دايما هيك وعلى شكله شكشكله، قلت رخيها ومد إجريك أحلى شي ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت ما وظفني. عباس؟ 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 شو في عادي؟ نزل السلة. شو اني هون؟ غلطين بدي طلعهم بس ما في كهربا. نزل السلة بنطلعهم بالسلة. طيب طيب فهمت، بدك طلعهم بالسلة فهمت؟ نزل. جبتهم كلهم؟ ايه. كل شيء وصيتك عليه جبته؟ لك ايه جبتهم يا حنة، البقدونسات. شو طالب كمان هون؟ عدس اورانج، شو بدك فيه هيدا؟ ايه ماشي ماشي. اوعى يوقعوا ها. اوعى يوقعوا. يخرب بيتك شو نمرود. يلا اصحاب. شكرا عادل. صحاب صحاب لك العمى. لك ايه صحاب شد عش. ايوه لك يخرب بيتك، لك يخرب بيتك وبيت بيتك. عشت يا عبس شيل عشت. ايوه يلا معك انا معك صحاب. ايوه ايوه يوف. خلص مش الحال نصلح نصلح. العمى هيا هيا لنا عليك. لشو هذا؟ هيك لك لك حبيبي عبس. يخرب بيتك وأنا يقول شو هالتقل. ما بدها ثلاث ساعات لتجي الكهرباء. إيه؟ بدي روح أنا. الله لا يوفقك. قد بطلع مع الغراض بالسلة. الله لا يوفقك. قصيت لي ظهري. أخ أخ. ما بيجي منك إلا البلا يبليك بيقتلك. هل بقى دونسيت؟ تفضل تفضل. مرحبا شباب، يعطيكم العافية. مرحبا. أهلا. هون قسم المحاسبة. قسم المحاسبة حضرته رح يكون شريك معنا قريبا بالشركة. مثل ما ملاحظ دائما بهالفترة من السنة بيكون الشباب يعني معجوقين ومخفقين. لا مبين مبين يعني شغل شغل فوق راسهم مبين. أهلا. فمشان هيك ما رح ناخذ وقتكم كثير، يعطيكم العافية. عم نعمل مثل جولة هيك على الشركة. الله يعافيك حضرة المدير وشريك المستقبل. قولوا له الله يعافيك لحضرة المدير. الله يعافيك حضرة المدير. ميرسي ميرسي. دخلك كل الأقسام هيك يعني نشاط و إيه هلا بشوف غير أقسام كمان كلهم هيك يعني. تفضل تفضل. إذا هيدا المحاسبة بننتقل على الاستيراد والتصدير والعلاقات العامة والتسويق. تفضل تفضل. يعطيكم العافية. الله معكم. شرفنا. أهلا أهلا. ألف ستوب. سين ستوب. سليم سامر سهام سامر هيا وين؟ سعدين سمكة. شاي سرمية 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 بالصاد. سرمية بالصاد. سرمية بالصاد ولا لا؟ بالصاد. لك بزر. لك البزر شاي. البزر اكل. اي بس شاي ما يعتبر شاي كمان. لك روحي عني خلاص. دور خمسة مين؟ حط خمسة حط خمسة. لا هاي لي خمسة. هلا دور مين؟
دورك قولي. ألف يا الله يا رولا، شو هالعلقة هاي هلا؟ عباس رورو، شو بهيك شغلت اللي بالي؟ رولا حبيبة قلبي، حبيبة تعي وعايزك ضروري، مش عارف شو بدي اقلك وما بعرف كيف بدي اشكي اياها. ما الي غيرك، ما الي غيرك. خير اسمعيني منيح، شو ما تعصبي علي، فهميني. نعيم بده مني $1,000 الي فترة عم بهرب منه. طيب وما معي عطيه هون. ايه وعامل انا وياه موعد هلا هون. ايه لحتى اللي يجي ياخذهم مني. طب انا شو خصني؟ كركبتني وجايبني دركبي على خلقتي، ما فهمت. بدي اخذهم منك لاعطيهم لنعيم $1,000. ألف $1,000؟ لك شو ايش بك طلعتيني من ثيابي؟ يي شو مخلفتك ونسيتك ولك عباش عم تقلي $10 انت؟ ألف. طيب طولي بالك، شو ايش بك عم تنتعي هات انت $1,000؟ انا شو دخلني اعطيك اياهم؟ لك انا برد لك اياهم، ما معي يا رولا. ما معك قد ايه لك اخذهم منه؟ ما انتشر بنتشر. لك شو ايش بك؟ يي $1,000؟ معقوله راسك؟ طيب ماشي هلا كيف بدي علقت علقه كبيره، هلا كيف بدي شو كيف بدي برر له انه ما معي؟ ما معي اياهم هلا. معقوله راسك يا عباس؟ يا قربي قربي قربي. اهلين نعيم. بونجور نعيم. اهلا عباس، كيف نعيم؟ رح اقول لك اياها من الاخر. عباس خير؟ سلامتك، شو بك؟ متخبر شو صار؟ ما تخبرني بقى. انا بدي خبرك شو صار معي امبارح عباس. ما انا كمان شو صار معك؟ لا مارق حد البيت وواحد زريع على راسي، اخذوني على المستشفى، صار معي نوع من فقدان الذاكره جزئي، يعني في اشي بتذكرها اشي ما بتذكرها. سلامة قلبك. ايه فانا طلعت على اليوم عم شوف انه عندي انا وياك موعد هون. إيه؟ هو ابوينتمنت وذ عباس. إيه بس مش عم بتذكر ليش هالموعد، انه انا شو بدي منك، انت شو بدك مني، ليه اتفقنا نلتقى هون؟ ما عم بتذكره رايح من راسي كليا. قالوا لي يمكن طول في هيدي الشغله ابو شهر شهرين ست اشهر يمكن. شو بدي منك عباس؟ انا ليش ما نلتقى هون اليوم؟ هلا انت ناسي ليش جاي لهون؟ ناسي ليش جاي لهون؟ الو كثير. انا بعرف انه في موعد بس ليه؟ رح اقول لك شو بدنا؟ رح اقول لك ليش؟ قول. ما انا رح اقول لك ليش نعيم؟ ايه بكون ممنونك. ولو شو؟ ما انا مشتاق لك كثير، شكيتني انت وقلت لي عباس كيف فيني اشوفك، وبدك قلت لك انا تعرفت على رولا وبدي اعرفك عليها. شو؟ طولي بالي كل رولا ليه عم تنتعي هيك؟ خليني اخلص من الموضوع. يمكن بعد ما تذكرت قلت لك رولا وما رولا بدي اعرفك على رولا. فيني اعذبكم بس كيف روح على ساحة سيسين؟ سيسين بدك تروح حبيبي، بدك ترجع تطلع دغري لانه من هون بتصير عمان بخايف. من هون؟ من هون؟ شو صار؟ لحظة سلامتك نعيم، هيدا فوق ضربي ناقصه ضربة. ما تاخذني يا خي عباس. شوفي تذكرت. شو تذكرت؟ بدي منك $1,000. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، الله لا يعطيك عافية. هلا تذكرت؟ رجعت لذكرتي؟ لا هلا ضروري تجي تسأل عساسين يخرب بيتك. لوين $1,000 يا عباس؟ نعيم؟ ايه نعيم بالعمى بقلبك عمي. روح ماشي وجهه ومسك. تعال تعال هون. والله نور المكتب يا استاذ عباس. بوجودك حبيبي عادل. شو سبب هالزياره المفاجئه؟ شو ليه كانك عم تستنطقني يعني؟ واحد لا بس لانه اشتقنا لك وانت ما عم نشوفك. قال اللي ما بيجي لعندك تعال عنده، جايين بقول لك مرحبا. بتحضر فوتبول؟ يي سكوت امبارح هيك قضيت. حضرت برشلونه؟ لك انا اللي حضرت برشلونه. بس هلا اوكي فريق منيح واللي بدك اياه، بس انه فريق بلا ميسي هيك هالقد ضعيف. معك حق، ما لازم يكون هيك. هني هالتفكير لازم يشيلوه من راسهم، انه هني عنده النجوم كمان. يعني فريق يعني اذا غاب عنه ميسي بصير بدك تدعي لربك ليل ونهار لياخذوا جول؟ ما بصير هيك يعني. اعوذ بالله. حضرت كارين بوشي؟ انت بتعرفني برشلونه صرت شقلب على غير محطات. بالاستراحه لما اجى البريك وكذا وهيك رحت على غير محطات. شو مرشح انت؟ لا هيك نتفه. شو نتفه؟ صرت حاطط 3-4 اوراق. ايه فصرت شقلب الماتش هونيك الكبير. ايه روما وليفركوزن. هيت عنك عندي لا تحقيق. لا يي عباس لا هيت بالشوم. لا هيت لو بيني وبينك هيت خلص هيت ولا يهمك. ايه يا حي هذا الماتش الكبير. ايه بلشوا ليفركوزن اخذوا جولين. شو شريطه؟ رجعوا هونيك 2-1 2-2 سمع، رجعوا 3-2 للروما 4-2 للروما، رجعوا عادلوا هونيك شيء يعني. خلص قهوه؟ ايه هات هات خلص هاتهم هات. لا لا لك هات خلص خلص بحطهم هون يا حي مع اي. طيب سوري. ايه المهم هون الجيم بقى الفظيع باخر دقيقتين عدلوا الليفركوزن، بس هذا طلع كله لمين؟ تاكل شوكولا لصالح برشلونه. صحتين. هات اعطينا شقفه صغيره. ايه خذ لك انت شقفه. لا خلص ما بدي. لا لا ما بدي. طلعوا لصالح ال لصالح البرشا التعادل تبعها. شو هذا؟
خلص خلص انا قبل لا يا خيي خيي حي هون خلص نزلت مو معذور. انت شو حضرت؟ تشيلسي تعادلوا فريقك بعرف بعرف ما خي عم بنقي شو بعرفني عم خي عم بنقي بنقي البلمتوش بس انا كنت عم بحضر برشلونه بيت هيك لا لا ايه عباس هيك عادي لا خلصني بقى يعني بشو ايه كانوا في فرق بيني وبينك يا حي ها شو شبه المهم معدول ايه هلا اليوم في ماتش كبير اليوم؟ ايه مين في اليوم؟ يا ايه 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 اليوم يمكن ريال مدريد بفتكر ريال مدريد بفتكر ايه ماتش كبير تاكل بسكوت؟ هات لك وحده بحبهم انت هول ايه ليك شو عم تعمل بالبيت؟ شفته شفته اي هذا جديد بدي اشتريه بده تهبيط من فوق بس شو هالبيت اللي بده تهبيط بده هبط بدك تهبط ترجع تعمره فيكم لا لقيت لا عباس لا عادي ايه اكيد انت كمان تعمل لي اياها قصه طيب بس ما تظهر عباس لك شو قصتك من جايبني وقعدني هيك ها سوري انت انفخها لهان؟ لا سوري ايه المهم دفعت؟ دفعنا دفعنا وشوف وحكينا مع شو اسمه صاحب الملك ايه هات عنك هات عنك لا 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 خلص عنك. خلص انا بكب طب كب هو معك ايه بدك اياها؟ لا خلص انا بكلها والله بيت حلو يا عباس بيت حلو الله يهنيك عادي انت بتستاهل كل خير بيت حلو هذا اللي بيج اللي يعني اللي بيسهر على شغله خليني اقوم لو كيت لهون لو بدك تقوم لا خلص لا خلص ما عم نكمل الحديث على قاعدة حلوة ايه حطها هون هذا اللي بيسهر على حاله بدير باله على حاله هيدا أهم شيء الله بيوفقه هاي شو قاعد عم تعمل هون هيدا شو هاي؟ هني لها السكرتير تكبها شو هي؟ هيدا مجد ما بدك إياها؟ لا أنا بكبها حطها خلص أنا أنا بقوم لو كيتها لا تقوم ولا تعيين ايه عزباله هلا عم شوف ارض بالجبل اوف ليك هيدي شو عم تعمل شو صرنا اراضي بقى هذا شو هذا كيس زباله خلص خلص انا بقوم انا بقوم هيك لا كيس زباله هذا لبسان الميت شو عم بيعمل هون اي لبسان ميت لك العمى بقلبك عمي ما مخلص بالي ما حاطط كارانتينا هون عندك انت اهلا وسهلا فيك شرفت لك شو اهلا وسهلا فيك اللي اشطف المحل بعد المكتب والله لانه زيارتك غاليه علينا لك لا معقول انت والعادل هيك تعمل كمان بلشنا بورقه وفنجان قهوه طلعت لي بكيس زباله بس فوتي على الحمام على السريع ايه كفي كفي سامعك انا شو فوتي على الحمام وكفي معك انا معك عباس يعني حديثي مثل فوتك عم بقلبك عمي وبعادي عم بقلبك عباس وين بدك تجيب هيدي شو هي هيدي شو هذا كنت عم لانه لا مبين نظيف انت حكم بنفسك هلا هون مبين نظيف الحمد لله اصلا خبروني عنك انه سيارتك نظاف الحمد لله صيتنا سابقنا طيب انا بعتقد انه فينا نقول اشترينا مبروك اشترينا الف مبروك حبيبي انا ما بغشك انت بتعرف حبيت السياره حلوه يلا مبروك عليك تهري وتجدي طيب معلم شو خي انت من السليم بكره بتجي على المكتب نعمل الوراق وخلص بدك في زوم ندفع على حساب او انا عضيت شفي انا بعرفها ولو ولو طيب خلاص بكره وعليك خير لك العربيه بكره 9 ونص بكون عندك 9 ونص 9 ونص كثير منيح مرحبا يا جار الله معك حبيبي اهلا اهلا ابو النعم اهلا حبيبي كيفك كيفك انت مبروك مبروك الله يبارك فيك شوف فتحت معرض سيارات بالحي ايه والله الحمد لله والله ماشي الحال ماشي الحال والله وقت وفي سيارات حلوه عندك لخي ايه شو بدك بدنا نضل بهديك المصلحه انت شو كنت تشتغل دخلك كان عندك شيء محل صبابيط او الاحذيه كنا نبيع صبابيط نبيع صبابيط ونشتري صبابيط ما بيصير حاجه لك يا خي ما عم نضرب ضربه قلنا بنجيب لنا كم سياره اذا ربحت لك بالوحده 300 400 دولار على كل بيعه ربك الرزاق بيمشي الحال يعني في اشي حلوه لك حبيبي انا هيدي شفتها انا امبارح بدي اجي اسالك عنها هاي ايه؟ هاي ما بتكون الا لك عن جد؟ ايه لانه انت عم تعرف تنقي ومزوي بتعرف ليه هلا هدول اكثر شيء ريحين معلم بالسواقه معلم طول بيت بعدين بنزين بنزين عبي وانسى بعدين سعر هلا ما احنا ما رح نختلف انا وياك عليه
وكله بيمشي. يعني صحنا فيها نظيفة كلها مطيرة وقصص. شو؟ يعني نظيفة ولا بدها شيء تصبيط؟ لك يا ولاو أنا بغشك لك أنا عايم عشرة عمر نحنا. هذا اللون كتير حلو. بعدين بهالأيام وين ما كان بتصفى انتبه. وين بتلاقي هالقد محل قد البسكليت له. لا أنا قلت بدي أشوفه عندك. وشوفه بطلوع. شوفه بطلوع. طب ليك حبيب بس بدي أشوف جرب قعدتها وشوي. جرب اللي بدك يا حي تحت تصرفك ها. جرب. إيه. شرف. لا 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 شغلي مهضوم كتير ايه حبيبي الله ريحنا من قصة الأحذية وخلصنا والله بدك صورة ما تقل لي ليك حبيتها كتير لذيذ وكل شيء حفر وتنزيل جاي عليك بدك صورة بس بتعرف شو المشكلة شو حاسسها كأنه ضايقة شوي علي هيك ما بعرف كيف ضايقة يعني ضايقة عليك ضايقة علي شوي ايه بدي شيء أوسع هلا بس تمشي فيها شوي بتوسع توسع مثل ما أنا عم بقول لك كيف يعني توسع؟ لك بتوسع دغري على المشي بس تمشي فيها تتمشى فيها شوي ترخي والله؟ ايه توسع؟ ايه طب وإذا وسعت كتير ورخيت علي شو بعمل؟ بس بتحط لها ضبان أو لا؟ بيمشي الحال دغري يا دلع يا دلع دلع أكيد قلت إنه هذا المحل حلوين الطلع فوتي فوتي لأقول لك بكل سهل أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وزور يا أهلا العيدي أهلا 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 فضلوا تفضلوا أهلا وسهلا فيكم فضل إنه القادة يا أهلا ما بتصور قديه انبسطت إنه جيت يعني يا عبتون خبرتي مين بتكون صديقتك فضل فيك إخبار ولا يا أهلا مش كتير قتيم لما شفتها على الطريق انفحطت فيها بشكل دغري اعطيتها الكارت قلت لها بدك تجي لهون شفتي انه ما كذبت شفتي انه ما كذبت يا لولا شافني على الطريق هو سافر من هون وقال لي بكره بتصير عندي على الاجانس نورت الاجانس دغري ودغري رجع اتصل واكد امزح اهلا وسهلا اهلا وسهلا لانه انت لما شفتك حسيت هذا الشيء المطلوب نحن عنا بالاجانس هيدا الوجه انا شفته وهذا الشكل هذا يعني هيدا الشيء بده يا شوف خلص بتعرفي يمكن انا بوقت من الاوقات يمكن ساعت شوي شوي ضعفت بس عن جد من بعد ناس مثل أبطالك بيعرفوا قيمة الزمان برافو عليك تتخطف الزمان الخارج والداخلي هيك رجعت تعرمت هيدا النوع من الطموح هيدا الطموح المطلوب انت بتوصلي بعد دموزيل بتوصلي بتوصلي يلا ان شاء الله يصير تعاون بيناتنا اوكي يا اهلا وسهلا شوف حالي فينا نبلش نصور هلا دغري ايه هلا انا ايه بدي اخذك صور طبعا اكيد يعني الموضوع جدي وهيك جدي اكيد يعني هلا نحن بناخذ الصور وبعدين بنتابع التعاون بيناتنا و... واكيد انا حبدع بياض انا حلوين هلا خلص ما بدي اديك هلا انت هلا بتكهربوا هلا رح اخذ الصور وبعدين مش اول شيء بدنا الفاس العادي اعملي معروف العادي ايوه بدك نظره تامليه أو ايوه نظرة هيدي هي خليك هيك يا عين يا هلا 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 البروفيل اعطينا 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 بروفيل برمي شوي برمي شوي هيك ايوه برمي لعندي اه ما تطلع على ذي هيك شوي بعد 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 على 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 بتشوف ميلة الدقن من تحت لانه يمكن تكون الشغل ايوه عيني لا بس ما بحب هلا اعطيني وحده هيك انه هيك فيها فيها هيك وحشني فيها اكسبريشن يعني ايه اعطينا اكسبريشن ايه ايه اوكي يعني كانه عم انه نأذيني ايه نأذي نأذي يا عين يا عين بتجنن ميرسي ميرسي عن جد بتجنن يلا بعد وحدة بدك وحدة اعطينا حزينة اعطينا وحدة حزينة يلا اوه هذا الحزن بحد ذاته عن جد ايه ولا خلصنا هذا انا يقول. انا في كل مثل كمان ايه اهلا وسهلا فيك هلا ليك خلصنا المرحلة اللي بدنا اياها الأساسية هلا بضل حلوين الصور صح؟ ايه بجننوا ايوه ايوه تعال عم يتحرك على الاستوديو مع اللايتنج والكوستيم لا لا وميك اب ما في استوديو بقى ما في شيء خلص مش الحال هذا كل المطلوب بس هو صور خاطر هلا على التليفون هول كم صورة لا لا انا هدول عايزهم بعدين بتعرف لشو ما تجيني بيلبوردز وما بيلبوردز كيف صور انت انا بحكي مع اساس في بيلبورد وعلى الطريق وبالويات لا 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 ما في بيلبورد ما في شيء ابدا يعني كفر مثلا لا 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 ولا شيء من هالنوع ابدا صور لا 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 ابدا لك وين حينزلوا هلا بتشوف وين حينزلوا هول باول الشهر ان الله راد بتشوفي وجهك موجود وين ما كان بكل البلد ومفرقع الدنيا هلا شو بدي الشهر في عيد البرباره هلا عم نعمل لها هدول الصور مثل موديل هيدا بس نعملهم قوالب وكذا بينزلوا وجه برباره بده يكسر الارض ليش؟ لانه الاشياء الثانيه ما عم بخوفوا الاولاد ابدا دموزيل منزلين فرانكشتاين ما بخوف منزلين دراكولا مش عم بخوف هيدا الوجه بالذات وجه دموزيل الحلو بده يرعب بالاولاد وبده يعمل مفعول كثير قوي بالبلد صعب تحكي انت يا زلمه ايه وحياتي صعب تحكي هيدا شو بها شو صار؟ انا وجهي وجه برباره لك احلى وجه برباره يا دموزيل تقتل انت وجهك برباره محلك كله ليه عصبت هلا طويح انت انا بالبره انت بالبره وكل عيلتك برابير شو
خلص روح. شو صار هلا؟ ليش شو صار لك؟ بدلك يا رونا كل اللي دايتك عطيه دي كلها وظايف. اهلا وسهلا بالاستاذ فوزي ابو لوزي. أهلا. نحن بيسعدنا يعني انك تطلع معنا بهيدا الانترفيو الحصريه لتلفزيوننا. شكرا شكرا يا اختي، يعطيكم العافيه. يعني طبعا انتم لكم شرف انه تعملوا لي مقابلات. هلا انا طبعا جديدي الفني، هو بتعرفي انت اخواني الفنانين بيعملوا اغاني كثير منوعه ولكن بلا طعم، يعني مع احترام الالون. بيغنوا لي اشياء عن الحب وما حب وحبيتك تركتيني وتركتك وما ادري شو. لا، الفنان فوزي ابو لوزي هو فنان الشعب من الشعب، وطبعا بيواكب كل اهتمامات وتطلعات الشعب. نفهم يعني انه هلا عندك غنيه جديده؟ اي طبعا، وموضوعها هو الزبالي. اها يعني مستوحى من الوضع يلي نحن عايشين فيه حاليا. اي طبعا، لانه لازم نكون هيك تنكون قدوه لباقي الفنانين. فانا هلا عندي هيدا العمل ان شاء الله يكسر الارض، لانه بتعرفي زبالي هلا كل اهتماماتنا 100%. وبدنا نشهد فيديو كليب قريبا على كل المحطات. اي قريبا منهم اليوم اذا بدك بنعمل كليب. هلا انتم لانه عندكم هيدول الكاميرات جاهزه وانا المنتج تبعي زبلني زبلك لبقاني مع الوضع زبلني وهجرني وفل وتركني، فما في ما عم نضرب ضرب بهالايام. يعني بركي انتم بتعملوا لنا كليب هلا بدك تصور كليب هلا مع كاميرات كله جاهز. ايه ما عندنا اشكال اكيد. وفي عندنا كمان هلا بنعمل تعفي انت كليباتي، انا بنقيهم كلهم بمناطق يعني المواقع الحساسه المضبوطه. شوف الزباله حدنا على الميلين، فهيدا الشغل كثير ظابط مع الكليب رح نعمله. ايه بتعكس الاغنيه 100%. ايه بتعكس الاغنيه طبعا. طب بس كليب بلا بنت عم ترقص او عم بتشارك او رقاصه؟ ايه كيف ما خطرت على بالي، معك حق. طيب شو عندك انت هلا؟ عندك شيء؟ بركي انت بتشاركينا بالرقص. ما بعرف. شو بده الواحد يهز له شغله هلا؟ شو اني بيعرفوا اللي عم يرقصوا؟ يلا ما على شيء. ايه طيب بدنا كروما، بركي هيدي بتفوت بكروما هذا اللون، ممكن نقلعها؟ كيف؟ لا بركي هو الاخضر. يا شباب نزلونا هالكروما، هيدا اللون الكروما، بركي الالوان قريبه على بعضها. لا شو بدي اشلحها؟ شو بهالحكي؟ طيب ما تشلحي يلا، لكن مستعده تنعمل الكليب؟ جاهزين؟ اكيد اكيد. يلا يا شباب. ايه بس انا شو رح يطلع لي من هالكليب؟ شو رح يطلع لك؟ انه ايه؟ بيطلع لك 5 اكياس زرق و5 اكياس سود. وبركي بالاخر بنفرزك فرزي غير شكل. كياس زباله؟ كياس شو لك؟ يا ليك. يلا ركزي معي تيطلع الكليب ناجح. يلا شباب اكشن موسيقى. زبلنا زبلنا بدمنا تراب وزبلنا، ورحنا لنشوف ملكشنا وزبلنا، ومهما طلعت ريحة زبلنا رح تضل ريحته معلقة فوق التياب. دنيا حلوة بزبالة لا بقصورة ولا بمالة، واللي في عندها زبال اوعى تترك زبالة. الدنيا حلوة بزبالة لا بقصورة ولا بمالة، واللي في عندها زبال اوعى تترك زبالة. يا عيني عزبال يا عين، كل جبل ولا التاني، لو زبالك عزبالي كنت بقلك يلي ببالي، لو زبالك عزبالي كنت بقلك يلي ببالي، بس زبالي على مترين انا وين وانت وين، في مطامر عالميلين عماد النظر والعين، لو زبالك عزبالي. وعدتيني وزبلتيني
سوا نقضي الصيفية عم كبي نطرطيني ورح تضحكي علي كان فكرك تزبليني وتنسيني شوي شوي هيدي زبالي معروفة مطمورة مني وفي هيدي زبالي معروفة مطمورة مني وفي زبالي زبالي شفتك بعيني يا زبالي محروقة مطمورة مطمومة بالجورة شفتك بعيني يا زبالي 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 شفتك بعيني يا زبالي محروقة مطمورة مكبوبة بالجورة شفتك بعيني يا زبالي مثل أرقادون موديلك نزل السلة شو هون؟ ليك موديله ليك يا ناصر عمل لي أرقادون شو هون؟ لا شايفه معقول مثل جراوند هوك طالع هلا شايفه ايه مخارك قد وجهك صار ايوه هولي شو؟ زبالة كمان هولي زبالة؟ هاتوا لنا عزبك هذا لبسان الميت شو عم بيعمل هون؟ أي لبسان الميت؟ بس وين بتنجب بهيدي شو هي؟ هيدي شو ها؟ كنت عم بلقنه لك روح بقى على حلق عم بيقلبك طويح انت برابير انت برابير وكل عائلتك برابير كل عائلتك برابير حتى انت وحزين بجد يا اهلا وسهلا فيك لكن دومازيل هلا المرحله الاولى هيدي عم تبكي لا ليك ما تبكي هلا سوري وصفك ما وظفني هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة وظفك؟ لا ما وظفني صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له توظفنا وهيدي هي مثل الأمه دعيت له قال لي الظاهر ما بتفهم ما في عنا وظايف